الانتيرو ذا هارت يعني لما ناخد الهارت من الداخل هنشوف فيه ايه. فهناخد جزء وجزء. اول جزء اللي هو الرايت اتريوم، وده للعلم اكتر الاسئله بتنزل فيه، يقول لك الانتيرور اوف ذا رايت اتريوم او الكافيتي اوف ذا رايت اتريوم، يعني ارسم الرايت اتريوم من الداخل واتكلم على اجزائه من الداخل. اول حاجه الرسمه دي رايت اتريوم مفتوحه اهو، يعني احنا فتحناه فقطعنا من هنا كده وبالتالي اتفتح زي الكتاب، فبقى ده الانتيرو وول اوف ذا رايت اتريوم وده البوستيرو وول. ده الانتيرو وول بتاع الرايت اتريوم وهنا البوستيرو وول. ابص الاقي من في الانتيرو وول اول ما يلفت النظر والبوستيرو وول في فاصل ما بين الاثنين. الفاصل ما بين الاثنين في كريستا تيرمينالس اهي، خطوط عضلية ماشية بالطول اسمها كريستا تيرمينالس، يطلع منها زي سنان المشط، يعني لو كان ده مشط سنان وطالع كده من الجنب، عضلات مخلية الانتيرو وول بتاع الرايت اتريوم خشن، ده اسمه ماسكولاي بيكتيناتاي. بقى ده كريستا تيرمينالس وهنا ماسكولاي بيكتيناتاي، يبقى ده الانتيرو وول. طبعا خشن ليه؟ لانه في الامبريولوجي ديفلوبد من منطقه مختلفه عن البوستير وول، يبقى الانتير وول خشن، وادي هنا البوستير وول هنا هنلاقيها ايه اسمه ده الانتير وول. نيجي البوستير وول، هلاقي البوستير وول هنا في سموث كله، وبعدين بتفتح فيه كل الفتحات بتاعت الرايت اتريوم، يعني كل الثقوب هنلاقيها في البوستير وول. فبقى عندي هنا هو البوستير وول سموث، بتفتح فيه فوق فتحة اسمها سبيرو فينا كيفا وانفيرو فينا كيفا وكوروناري ايه ساينس، هنا في الحتة دي يبقى سبيرو فينا كيفا انفيرو فينا كيفا وكوروناري ساينس. في بعد كده بين الرايت اتريوم المفروض الليفت اتريوم في وول اسمه انتر اتريال سيبتم. الانتر اتريال سيبتم في حتة سموث اسمها فوسا اوفاليس، حته سموس اسمها فوسا اوفاليس، في حته هنا اهو عاليه بعدها اسمها انيولاس اوفاليس، يبقى دي فوسا اوفاليس وهنا انيولاس اوفاليس. ما بين الرايت اتريوم للرايت فنتركل في فالف، الفالف ده اسمه ترايكاسبيد فالف، يعني ليه ثلاثه كاسب، يبقى ده اسمه ترايكاسبيد فالف. يبقى لما يجي نتكلم على الرايت اتريوم من الداخل او الانتيرو وول رف بوستيرو وول سموث، الانتيرو وول والبوستيرو وول مفصولين بكريستا تيرمينالز، او الانتيرو وول رف لان في ماسكولاي بيكتيناتايب، بوستيرو وول سموث بتفتح فيه كل الفتحات. هنا لما نيجي نتكلم على الرايت اتريوم لازم اقول له الابرتشرز او الاوبننجز اللي في الرايت اتريوم. فنقول الاوبننجز عندي الاوبننج اوف ذا سوبيرو فينا كيفا، ودي من غير فالف وزود فالف، والاوبننج اوف انفيرو فينا كيفا بنقول عليه بإل ديفايند فالف، يعني فالف إل ديفايند غير واضح المعالم اسمه إل ديفايند فالف. نيجي بعد كده اوبننج اوف ذا كوروناري ساينس لفالف فعلا ويل ديفايند فالف. في بعد كده اوبننجز اوف ذا فينا كوردي مينيمي، دي في كل مكان، وبعدين المفروض في اوبننجز للانتيرو كاردياك فين بلاقيهم في الانتيرو وول بس بيبقوا مفتحات صغيره قوي. يبقى الاوبننجز اوف ذا رايت اتريوم اول حاجه تراي كاسبيد اوبننج، دي اللي بتوصل ما بين رايت اتريوم ورايت فنتركل. بعد كده السوبيرو فينا كيفا من غير فالف، الانفيرو فينا كيفا برودومنتري فالف، كوروناري ساينس برودومنتري هنا بفالف مظبوط، وبعدين هنا الاوبننج اوف ذا ترايكاسبيد فالف، وبعدين انتيرو كارديال فين، بعدين فينا كوردي مينيمي. السبته اللي ما بين الانتيرو الرايت اتريوم والليفت اتريوم فيها فوسا اوفاليس فيها انيولاس اوفاليس.
لما نيجي نفس الكلام ده يمكن واضح هنا في الصورة هنا، طرقة اتريوم اهو مفتوح اهو، وادي الانتير وول وادي البوستير وول. الجزء اللي بارز ده من الرايت اتريوم ده الرايت اوريكل، وادي هنا رايت فينتركل اهو، ده سوبيرو فينا كيفا وهنا الانفيرو فينا كيفا، ده الانتير وول. ادي كل ده كريستا تيرمينالز اهي، الخط اللي انا بقول ده اللي اسمه كريستا تيرمينالز، اللي ماشي بالعرض ده ماسكولاي بيكتينوتاي اهي. في هنا فصه اهي اسمها ايه؟ فصه ايه؟ اوفالس. في هنا حته عاليه اسمها ليمبس او فصه اوفالس او انيولاس ايه؟ اوفاليس. هنا اهو الحته دي ده الترايكاسبيد فالف، مطرح الترايكاسبيد فالف. هنا سوبيرو فينا كيفا من غير فالف، انفيرو فينا كيفا ببقايا فالف او ال ديفايند فالف، ودي الكوروناري ساينس وباين عليها ايه؟ ادي الفالف اوف ذا كوروناري ايه ساينس. كل الكلام ده بيتقال على الرايت اتريوم او الانتيريور اوف ذا رايت اتريوم.